مساءكم خير خلينا نبدا اخبارنا النهارده من اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعه تطورات اخر المشروعات القوميه وكذلك جهود الدوله لمكافحه فيروس كورونا السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الاجتماع تناول الاجراءات الوقائيه التي ستطبق خلال اجازه عيد الفطر كذلك استعراض جهود مختلف الجهات المعنيه بالدوله لاجراء التجارب السريريه والمعمليه لتطوير بروتوكولات العلاج لحالات فيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا بكافه المرافق الصحيه المعنيه على مستوى الجمهوريه وفقا لاحدث ما تم التوصل اليه على المستوى العالمي وكذلك تكثيف حملات التوعيه لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائيه اللازمه للحد من انتشار فيروس كورونا كما وجه الرئيس باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية ضد فيروس كورونا وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامته تعالوا نروح نشوف فيديو عن اجتماع الرئيس السيسي النهارده مع رئيس الوزراء ونرجع تاني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. بان الاجتماع تناول استعراض اخر المستجدات الخاصه بجهود الدوله لمكافحه انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات الاحترازيه التي ستطبق في هذا الصدد خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك فضلا عن جهود مختلف الجهات المعنيه بالدوله لاجراء التجارب السريريه والمعمليه لتطوير بروتوكولات العلاج لحاله فيروس كورونا وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا بكافه المرافق الصحيه المعنيه على مستوى الجمهوريه وفقا لاحدث ما تم التوصل اليه على المستوى العالمي، وكذلك بتكثيف حملات التوعيه لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائيه اللازمه للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القوميه الكبرى على مستوى الجمهوريه بما فيها مختلف المدن الجديده والمجتمعات العمرانيه والسكنيه الجاري انشاؤها فضلا عن اخر مستجدات تطوير منطقه القاهره التاريخيه خاصه ميدان التحرير وعين الصيره وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل والمتابعه الدوريه لمختلف الاعمال الانشائيه والمشروعات القوميه الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهوريه مع الالتزام بتطبيق اعلى درجات الوقايه ضد فيروس كورونا وتوفير مقتضيات الامان والرعايه الصحيه للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم النهارده اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 745 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا بالاضافه الى وفاه 21 حاله وكمان اعلنت الوزاره عن خروج 252 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 3994 حاله حتى اليوم ليكون اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم 14229 حاله و680 حاله وفاه. في الوقت نفسه بقى أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل 106 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال ال 24 ساعة الماضية وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم حتى اليوم إلى 324 ألف شخص ووصل عدد المصابين حتى الآن قرابة 5 مليون إصابة في 196 دولة منذ بدء تفشي الفيروس وعشان نفهم اكتر عن كل ارقام اصابات ووفيات فيروس كورونا معانا على التليفون دكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه كورونا بوزاره الصحه برحب بحضرتك يا دكتور حسام مساء الخير يا فندم طيبة وكل كلهم طيبين وبصحة وسلامة وحضرتك طيب يا فندم عايزين نعرف حضرتك تشرح لنا بقى يعني زيادة الأعداد والمصابين في آخر يومين دول أو آخر الكام يوم دول ده مؤشر لإيه فعند وفي ثلاث مؤشرات أساسية المؤشر الأساسي طبعا كويس هو أن احنا الناس بعدها وعي أنها تروح للمستشفيات وتدور على الرعاية الصحية فده لازم مؤشر يعني زيادة مؤشر. الأعداد ده مؤشر كويس؟ آه كويس كويس ان الناس بدأت تدور إنها تاخد المسحة كويس؟ آه آه إن إحنا بنكتشف يعني والاكتشاف وان الناس بقت تعيه هي لما عندها اعراض تتجه الى المستشفيات وتاخد المسحات، وده نعتبر انها مش حاجه يعني جيده كويس ان احنا بنقدر نكتشف عدد الاصابات الحقيقيه اللي موجوده في مصر. <applause> وجايز ده برضه يرد على بعض الاشاعات اللي كانت بتقول ان احنا بنرفض العمل مسحات لا والناس اللي كانت بتخاف انها ترجع للمساحات. فده شيء جيد وده برضه دور الاعلام المهم الان بمعانا ودور منبر حضرتك والمناظر الاخرى اللي بتاكد ان عنده اشتباه في الاصابه يلجا الإصابة تمام. في عامل تاني غير جيد اللي هو للاسف الشديد ان بعض او معظم المجالات العلميه دلوقتي بتتكلم ان سرعه انتشار المرض اصبحت مختلفه شويه. اه يعني احنا في اول اصابه كنا بمعنى ايه يا دكتور؟ كنا في اول المختلفة. اصابه بنقول ان مريض ممكن ان يصيب اثنين من اثنين ل اثنين ونص من اللي حواليه. دلوقتي الدراسات بتؤكد ان المريض ممكن يصيب خمسه من اللي حواليه. يا نهار ابيض. فدي اظن انها جرس انذار لكل واحد بيعاني من عرض لو سمحت روح خد مسحه مش بس عشان تكتشف اصابتك بالمرض عشان تحمي من حواليك. من اهلك من اسرتك من اصدقائك لان المرض بأي حد حضرتك تقصد انه اي حد يحس بالاعراض يعني بالاعراض بالظبط كويس. ف... دي النقط الموجوده وزي ما حضرتك كنت بتتكلمي على منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه بتقول النهارده ان الاسبوع ده مؤثر معدلات الاصابه وسرعه انتشار المرض. ناخد حذرنا وحذرنا الشديد بلاش اهمال لازم يكون عندنا الوعي الكافي. 5 مليون مصاب على مستوى العالم. كويس هقول لحضرتك حاجه يعني احنا النهارده كنا مفروض ان احنا دايما بقول ما ببصش على نسب الاصابه ببص على نسب الشفاء والوفيات كويس طبعا نسبة الاصابات مهمه جدا بالنسبه لنا لكن ومهمه جدا لان هو دي اساس ان احنا بتضغطي قد ايه على المؤسسه الصحيه في مصر بتغيري القرارات ازاي لكن خلينا نقول برضو شيء ايجابي يريح المصريين طبعا احنا طبعا. هذا الاسبوع وبقى لنا 10 ايام الناس مش شايفه قد ايه ان عندنا الحمد لله رب العالمين نسب شفاء احنا كنا بنتكلم في الاول على 30 حاله 20 حاله احنا بقينا نتكلم بقى لنا اسبوع 10 ايام الحمد لله رب العالمين على نسب شفاء عدينا ال 200 و250 و300 مريض تم شفائهم باذن الله تعالى وخرجوا من المستشفيات. تمام. ده, ده رقم جيد جدا يبشر مم. المصريين وما يدهمش الامان. مم. يبشرهم ان احنا لما ببع... بروتوكولات العلاج المصريه جيده جدا المنظومة المز... الصحية المصرية ما زالت متماسكة وهتنها متماسكة بإذن الله تعالى يعني معلش أت... يا فندم يعني بس حريك بتقصد أنه تطمن بس بتحذر لا أطمن أن المريض عقلي الدواء بإذن الله تعالى ولسه الشفاء بتاعتنا مطمئنة لكن الحذر وأقصى درجات الحذر وبقول لأهلي أو سمحتوا خدوا حذر طيب فندم هو اتفضل من انتشار العدوى. طبعا. انتشار العدوى احنا عشان نقدر نسيطر على هذا الوباء لازم نقفل الملف بتاع الانتشار وربنا يكرمنا في المريض اذا مرض ان ربنا يجعلنا سبب في الشفاء. ده الاساس. انتشار المرض هو وعي مجتمعي شديد. واول ادراجات الوعي اذا حسيت بالاصابه اذهب لاقرب مستشفى، النهارده زي ما زالت السيده الوزيره اعلنت اللي اصبح عندك 346 مستشفى وعلى كل المواقع مواقع المستشفيات دي بقت معروفه لكل المصريين. اذهب م. للمستشفى اذا كان عندك فعلا اشتباه وكلمه اشتباه دي ولا فعلا ان بعض الناس بيظن ان هو فيهم او عندهم نوع من الهلع. لا في تعريف واضح للاشتباه اذا كنت انت بتطبق هذا التعريف هيتم اخذ مسح ليك وعلى حسب درجه اصابتك هيكون مكان علاجك. سواء كان في مستشفى او في مكان عزل او في مستشفى ده كلام مهم جدا حضرتك بتقوله ده يعني التوسع في المستشفيات طبعا لاستقبال المرضى او المشتبه فيهم دي خطوه كويسه جدا طيب يا دكتور احنا داخلين على خطوه مهمه جدا او داخلين على مناسبه مهمه جدا اللي هي او فتره مهمه جدا اللي هي العيد وانا يعني شايفه وكلنا شايفين انه الناس بتستعد ان هي مش بس تسافر يعني احنا بنقول اللي مسافر وعنده مكان هيقعد فيه ومش هيخرج اوكي لكن للاسف الناس بتتفق يعني انها تتقابل وتتجمع والناس مش في مش في بالها ابدا فحضرتك تنصح بايه يعني ايه النصيحه اللي ممكن نقدمها للناس خاصه واحنا داخلين على العيد خلاص كمان كام يوم يعني انا خاطب ضمير المصريين وليس وعيهم حلوه دي ضمير المصريين وليس وعيهم. أحييك. الدولة المصرية دولة قوية جدا، القيادة المصرية قيادة واعية جدا، لكن لازم نقف كلنا في ظهر مصر. العيد جاي كتير وهيبقى فيه أعياد كتير لو إحنا خدنا أقصى درجة الحصر. دي مش أجازة، دي فرصة إن إحنا نهدى ونبعد والتباعد الاجتماعي يبقى مهم جدا. كويس؟ انا بقولش عزله اجتماعيه انا بقول تباعد اجتماعي. العيد اجازه ان احنا نريح شويه وندي فرصه للمنظومه الصحيه انها تاخد اجازه شويه. لو احنا خدنا العيد ان احنا هنتجمع سواء في الكوره او في بيوت ويبقى كده اسمه حظر حظر لا انا مش عاوز حظر حظر انا عاوز حظر اجتماعي. ارجوكم الحظر الاجتماعي طيب عيد. سؤال مهم يا فندم دلوقتي لو مثلا حاله مصاب وعنده كورونا ونزل المية وفي شخص آخر في المية هل ممكن يحصل عدوى داخل حمام عدوة. سباحة داخل بحر ده يعني مش إيه. مش في معلومة كاذبة لا لكن لو عطس لو كح كويس لو آه. زعقوا مع بعض هم بيلعبوا آه. الشوتينج اه كويس او تقاربوا مع بعض عشان هم بي, بي يعني بيرفعوا مع بعض في الميه دي كلها عوامل خطوره لكن وجودهم في الميه نفسه لا يمثل نفسها لا تمثل خطوره. لكن الخطوره في التقارب كويس الى داخل المياه او ناخد بالنا ان بأن الكحه او السعال والعطس كويس طبعا والبصق ما إحنا طبعا يكون نتكلم, نتكلم بصوت عالي الكلام بصوت عالي او الزعيق <applause> حتى لو بهزار مش لازم يكون بنزعق يبقى احنا بنتخانق ممكن الزعيق كل دي عوامل لانتشار المرض من تاني انا بخاطب وعي المصريين و... وضميرهم حافظوا على نفسكم كويس حافظوا على اهلكم كويس علشان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وقادرين نعدي هذا الوباء بتكاتف كل المصريين مع بعض. طيب فندم في اسره في المعادي كانت بتشكو وبتناشد الناس من تنمر بعض من الجيران ان هم مصابين بكورونا وبيمنعوا حد يطلع لهم حد يجيب لهم حاجه ان هم يطلعوا من بيتهم انه ولا الصيدليه حتى توصل لهم في حاله ان الكلام ده فعلا انه حقيقي لانه انا شفت انه في جار طلع نفى وقال انه ما فيش حاجه زي كده وبالعكس طب خلينا نتكلم على انه الحاله واقع واكيد في حالات زي كده بتحصل مش حاله واحده الجيران ننصحهم يعملوا ايه غير ان هم طبعا يبقى ان هم يتنمروا ده لا يعملوا ايه عايزين ننصح بس ما هذا مرض ليس مرض جنسي او مرض يمثل اي خطوره او اي وصمه عار زي ما حضرتك قلتي في اكثر من ملايين على مستوى العالم عندهم هذا المرض وهو مرض تنفسي ولا ينتقل عشان انا قاعد في بيتي وانت ده هو لو قاعد في اوضته لوحده لن يصيب جاره ده هو لو قاعد جنبه وبين اللي بينه متر ونص لن يصيب اللي جنبه دي ايوه معلومات خاطئه احنا بناخد حذر في شيء غير صحيح و ناخذ حذرنا في الشيء الصحيح احنا بنتكلم واحد قاعد في شقته كويس والعزل المنزلي هيبتدي للحالات البسيطه كويس بالعكس احنا نساعدهم ده احنا هو ده اللي احنا نجيب لهم طلباتهم احنا نوصل لهم حاجاتهم لان هو لا يوجد خطوره على الحريق بتقول دعوه مهمه جدا يا فندم بس يا ريت الناس تسمعها بس احنا ده يحصل بس برضو مع الاجراءات الاحترازيه اللي هي التباعد الاجتماعي صح؟ بالظبط والمريض هيبقى ماسك لابس الماسك بتاعه واهل بيته هيبقوا لابسين الماسك بتاعهم أوه. واللي داخل هيبقى واحد بس بيخش عليه لكن كمان الجيران لا لا توجد اي خطوره وانا اؤكد على هذا الكلام على اي جار حتى الجار اللي جنبه. يعني لو المصاب مثلا نزل على السلم او مسك حاجه مش ممكن لو جار تاني طالع او نازل وبيجيب اسانسير ماسك ترابزين السلم هل مش ممكن يجي العدوى من اللمسه دي؟ اشكرك على هذه الملاحظه. مريض العزل ما بيخرجش من اوضته الا للضرورة القصوى فاكيد مش هيخرج من بيته. طب تاني معلش حضرتك توضح النقطة دي مهمة جدا حضرتك تقولها مرة تانية المريض الذي يعزل في منزله ما بيخرجش من أوضته إلا حالات الضرورة القصوى أيوه وهو غير مسموح له بالخروج من البيت دي رسالة مهمة جدا جدا مريض. لكل مصاب الحقيقة يعني طب هل مسموح إنه حد يدخل له الأوضة يحط له أكل مثلا ويخرج؟ طبعا مسموح له ما يحصلش عدوى؟ مش بس, بس بشرط ان يكون المريض لابس الماسك الواقي وهنا باكد على نقطه ان وزاره الصحه المصريه والقياده المصريه هي من الدول الوحيده في العالم اللي مش بس بتصرف العيان عليه في البيت بتصرف معاه ماسكات لي ومنظفات لي خاصة فالمريض اللي هيقوم على العزل المنزلي مش بس بياخد دواء لا بياخد ماسكات عشان حمايته الشخصية وحماية أفراد أسرته وبياخد منظفات يعني لليد وكحول لليد عشان يحميه واذا ما غسلش ايده بماء وصابون هيبقى جنبه ادويه الكحول وما شابه فليه ان هو مم. ينضف ايده ويعقمها تمام مسموح ان حد يخش له اه حد بيخش له هو لابس الماسك واللي دخله لابس الماسك والمسافه التباعد الاجتماعي هي متر نص لمترين بنأكد عليها وفي كتيب بياخده المريض مشروع لكل ده فيه دكتور حسام أنا هختم بكلمة حضرتك إن إحنا بنخاطب ضمير المصريين وليس وعيهم نشكرك جدا دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة مما لا شك فيه برضو أنه فيروس كورونا كان ليه أثر كبير على توقف نشاط كرة القدم فالنهارده بقى لكل عشاق كره القدم في العالم واللي حرمتهم كورونا من متابعه النشاط الرياضي ولكل عشاق نجمنا المصري الكبير محمد صلاح في خبر حلو النهارده محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي شارك في اول تدريباته مع زملائه بالفريق وده بعد ما منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لعودة التدريبات للأندية الرياضية تمهيداً لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي. وطبعاً عايزين نقول إنه ده مؤشر كويس لعودة النشاط الرياضي قريباً، خاصة بعد ما كلنا تابعنا في بداية الأسبوع ده عودة الدوري الألماني. مبروك لمحمد صلاح، إن شاء الله نشوفك في الملعب تاني. ويا رب عقبالنا باذن الله ان شاء الله بس مع اتخاذ الاجراءات الوقائيه والاحترازيه طيب هنروح بقى يا جماعه لهاري النهارده من الاخر كده يا جماعه رصاصه مسلسل الاختيار رشات في منتصف جبهه الاخوان وباقي جماعات التطرف والإرهاب أو زي ما بيقولوا في عالم المصارعة والملاكمة بيقولوا إيه؟ إنه النصر كان بالضربة القاضية أنا كل يوم بعد عرض حلقة مسلسل اختيار وبطولات الجيش المصري ومنسي ورجالته بعد كده أتخيل منظر محمد ناصر معتز مطر زوبع وباقي قائمه الارهابيين اللي هم هربانين وقاعدين يلطموا على الاوهام والاكاذيب والفبركات اللي صرفوا عليها ملايين الدولارات وهي بتنهار قدام عينيهم بعد ايه بقى كل حلقه من مسلسل الاختيار وبعد كل كلمه من منسي وبعد كل صوره شهيد بتظهر بعد كل خيبه فكريه وفضيحه بيكشفها المسلسل عن تمويلهم وافكارهم وتطرفهم مفيش مسلسل في الدنيا اتعرض لحملات هجوم منظمه زي ما حصل مع مسلسل الاختيار الإخوان سخروا لجانهم للهجوم على المسلسل والسخرية منه وتشويه الناس اللي بتشتغل فيه ومع ذلك فشلوا وكان دم الشهداء الطاهر كان حائط صد بين حملاتهم وبين المسلسل والحقيقة فشلوا كمان بسبب قوة العمل احترافية القائمين عليه بداية من شركة الإنتاج وحتى أصغر واحد اشتغل في مسلسل الاختيار حتى لجان الإخوان الإلكترونية الخيبة الخيبة لما فشلت إنها تشوه المسلسل بالأكاذيب بدأت تخلي عيالهم عيالهم الصغيرين تكتب يعني إيه المكسب من مسلسل زي ده عشان نصرف عليه فلوس لو سألوك بقى عن المكسب تعالى بقى أقولك النهارده المواطن المصري بيشوف بعينيه لاول مره جزء من الواقع اللي موجود في سينا بيعرف قيمه وطبيعه المنطقه وفين الارهابيين بيستخبوا وبيعرف طبيعه المعركه انها حرب عصابات وشوارع احنا كنا نعرف منين الحاجات دي ها وبنعرف الوجه الحقيقي للعدو مجسد ازاي صوت وصوره وتاريخ سيء وادق تفاصيل خسه ونداله العصابات دي النهارده المواطن المصري بيبرهن للعالم كله انه بيحب جيشه وشهداء ورجال جيشه لدرجة لدرجة أنه بيبكي وبيعيط ويصرخ مع أحداث مسلسل تلفزيوني بيتكلم عنهم وده الحقيقة يعني طبعا غير الأكاذيب اللي بيحاول إخوان يروجوها عن علاقة الشعب بالجيش لكن هيهات المسلسل كشف كل ألعيب وأكاذيب التكفيريين بالدين والفقه والشرع وفضح تزويرهم وتزييفهم للواقع والحقائق كل دي مكاسب وفي أكتر منها بكتير لكن لو بقى بتسألني أنا بسمة وهبة إيه اللي كسبناه من مسلسل الاختيار أنا هقولك لو مكسبناش أي حاجة غير مجموعة الصور دي اللي هنشوفها مع بعض معانا دلوقتي على الهوا يبقى مسلسل الاختيار كفة ووفة على فكرة نضف عيونك بقى وبص معايا كده عشان قلبك ينشرح بص شوف تأثير وأثر مسلسل الاختيار وقصة منسي ورجالته على بيوتنا وأسرنا وأولادنا من غياب الإنتماء. مش كنا بنشتكي من غياب الإنتماء؟ مش كنا بنشتكي إنه التعليم الأجنبي خلى أولادنا مفصولين عن الواقع؟ بصوا في الصور يا جماعه وركزوا وشوفوا أطفالنا متعلقين إزاي بشخصية منسي. شوفوا كمية الصور وفي غيرها الآلاف لأطفال مصريين عايشين في مصر أو في دول تانية بيبدأ المسلسل يقوموا قاعدين مشدودين ومنبهرين ويبقى منسي قدوتهم إيه الجمال ده؟ إمتى ده حصل لنا؟ واللي يكتب يقول أنا عاوز أبقى زي منسي واللي يرسم منسي واللي يلبس تي شيرت مكتوب عليه صورة منسي واللي يقف آه ماسك بندقيه عشان يقتل هشام عشماوي اول لما يطلع على التلفزيون واللي عاوز يبقى ظابط جيش كفايه حاله الوعي اللي بقت عند الاطفال عن التكفيريين والاخوان والارهابيين دي كفايه ده دي ماده ودرس اتعلمناه وكلنا بنشوفه ما كانش عندنا خبر والرساله وصلت والله وكمان والله لو مسلسل الاختيار ما عملش حاجه في الدنيا غير اننا نشوف الصور اللي احنا عارضينها دي يبقى كفه ووفه والله يا صناع الاختيار كفيتم ووفيتم وشكرا ليكم واحد واحد شكرا بحق النجاح والتاثير اللي عملتوه وتحيه لكل شهيد مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا مشاهدينا اهلا بكم مره تانية عايز اقول انه اللي شاف غير اللي سمع اللي شاف غير اللي سمع واللي كان صديق مقرب وعاش سنين هيكون عارف اكتر من اللي بيتحكي كلنا عرفنا بطولات الشهيد احمد منسي على ارض المعركه ضد الارهاب والارهابيين وعرفنا علاقته باسرته اللي كلها بر وموده ورحمه النهاردة هنعرف ونشوف ونسمع من أقرب الناس لمنسي واللي أول مرة يظهر في الإعلام معانا ومشرفنا الصديق الصدوق للأسطورة أحمد منسي علشان نعرف منسي الإنسان والصديق ونعرف الحكايات والذكريات مع الأستاذ رأفت بلاط المحامي الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك انا قلت الاسم صح ولا غلط غلط لا صح. صح صح, خلينا بقى نبدا مع حضرتك من مسلسل الاختيار تمام هل قابلت باهر دويدار بيتر ميمي قبل التصوير المسلسل اه طبعا دكتور باهر فعلا دكتور طب باهر. احكي لي بقى هو دكتور باهر طلب ان هو يقعد مع مجموعه من الاشخاص عرف ان هما دول القريبين تمام من حيث ان هو يقدر يسمع الـ الـ القصص الواقعيه دي حاجه الحاجه الثانيه يعيش شخصيه احمد منسي امم وده اعتقد ان دكتور باهر قدر يحس شخصيه منسي شخصيه مركبه جدا أي أيوة. يعني منسي السهل الممتنع اللي حضرتك لما بتقعدي معاه من اول مره انا اسف التعبير حتقعي في غرامه ايوه مم. وده تشبيه اعتقد ان كل الناس اجمعت عليه وانت حضرتك كنت قايل قبل كده إنكم حبيتوا بعض من اول نظره بالظبط اللي هو انك تحب بني ادم من اول ما تشوفه تحس انك بتحبه ودي كانت اكتر حاجه كنا بنتنضر عليها مم. مم. يعني اكتر حاجه تنضرنا عليها انا وهو هو ايه اللي حصل مم. الحاجه الثانيه احنا عرفنا بعض امتى مم. يعني ده كان سؤال بيطرح كتير جدا طب وفعلا عرفتوا بعض امتى والله ما فاكرين وكان دايما مم. هو يقول لي يقول لي هي فرقة احنا المهم احنا فين دلوقتي. مم. هو الموضوع اتطور بطريقه مش طبيعيه. ايوه فلما طب قعدت عادت كم قد ايه المرحله يعني فتره الصداقه دي؟ تقريبا 10 سنين تقريبا يعني مم. مور اور تقريبا 10 سنين تمام تمام آه لما قعدت مع دكتور مع مع دكتور باهر في الاول آه طلب ان هو يعرف كل حاجه يعني قعدنا نحكي في كل حاجة قعدنا كتير أيوه. أه و... أما حكيت أنا كنت بحكي أنا بحكي عن منسي مم. اكتشفت ساعة عرض المسلسل أنه ما سابش تفصيلة وخد كل تفصيلة ووظفها في حتة فطلع المسلسل في حتة تانية خالص احنا ما كناش متوقعين يعني حضرتك شفت شخصيتك كصديق لمنسي إنها اللي قام بدورك فعلاً جسد الشخصية تمام بكل أبعادها وكذلك شخصية أحمد منسي طبعاً دي كانت فعلاً شخصية أحمد منسي زي ما إحنا شايفينها دي احكي لنا أنا عايزاك بقى الإجابة بإنك تحكي لي عن منسي دكتور باهر قال جملة أنا مش هنساها قال أنا عادة في الشخصيات الدرامية بعظم الشخصيه عشان احبب فيها الجمهور. لو انا عملت كده مع مع منسي لو كتبت الحقيقه اللي انتوا حكيتوها محدش هيصدق فانا لازم اقلل الشخصيه أيوه. علشان الناس تصدق ان ده بني ادم كان ماشي على الارض. فاللي اللي احنا شايفينه ده هنقول يمثل 40% من احمد منسي. ياه اه سواء على المستوى الانساني دي إجابة او على المستوى صادمة. العسكري. لا. يعني كل العشق اللي عشقناه لشخصيه منسي ده وشفناه ودي كمان تقريبا نقول 40% من شخصيته أوه. من حقيقته لأن لا محدش هيصدق والحقيقه طبعا احلى من كده محدش هيصدق امم وانا هقول لحضرتك على حاجه انت حاجات. أنا تعلمت يعني انا اتعلمت في شغلي ان المجامله آه زي الاهمال تؤدي للوفاه اه ده حقيقي آه. اللي هو الاكستريم الزياده بالظبط آه لو هتكلم عن منسي الناس هتقول ان شاتي مجروحه لكن احنا فعلا لو حد سمع او عاش الراجل ده مش هيصدق ان آدم ده موجود لا بدليل ان حضرتك ما طلعتش ولا مره في الاعلام وكنت بترفض يعني مش انت الخلود للصداقه لان هي حاجه العلاقه دي انا يعني زي ما بيقولوا كده لله فلله ايوه فانا ما كنتش عايز ان حد يعرف يعني انا ما كنتش عايز ان حد يعرف ان انا رافض اللي طالع في دوره استاذ حازم سمير أيوة. اللي حصل ان اخو الشهيد محمد صلاح أه بعد الحلقه الاولانيه مم. عمل بوست فجاب صوره حازم سمير وامير مم. اللي هي بتاعه البنزينه دي هي. أيوة. وجاب صورتي انا ومنسي وحطهم مع بعض وقال عمل ريفرنس ان ده هو ده الشخصيه الحقيقيه اه ننزل الصوره يا جماعه قدامنا على الشاشه هي دي ال... دي اه اه حزم حازم سمير وحضرتك اه دي المشكله اللي حصلت يعني مم. انا بالنسبه لي كانت مشكله أوه. لان ما كنتش عايز مم. الموضوع بيني وبينه دايما كان دايما زي ما بيقولوا كده لله ايوه وهي ابتدت كده وخلصت كده يعني ابتدت حاجه لله في لله وانتهت بالله في لله ف... فكنت مفضل انك تحتفظ إنها تفضل كدا. ب... بال... بالاعلان عن الصداقه والاعلان عن خالص. شخصيتك اه انا ما كتبتش ولا موقف حبا بنية. بس فيه يعني انت بس مش عايز الا هو المشاعر دي وبس مش عايز اكتر من كده، انا ما كتبتش م. عن اي موقف بيني وبين احمد منسي في الثلاث سنين ايوه بعد. خالص فعلا انا كل اللي كل اللي كنت اعمله ان انا بكتب كلمتين لي م. انما حاجه حصلت بيني وبينه، لا عمري ما كتبت حاجه حصلت بيني وبينه. م. لان دي كانت بس حاجة انت النهارده هتحكي لنا على حاجات حصلت بينكم هنحكي على هنحكي على ممكن نحكي على مواقف اه انا مش هحدد، انا عايزك حضرتك تقولي اللي ممكن تقوله لي او اللي هيجي على بالك دلوقتي وتقوله طيب أه خلينا في الحته بتاع الدكتور باهر ودكتور يعني. بيتر اه لما حكيت للدكتور باهر ومش انا لوحدي اللي حكيت يعني حتى خدناه ورحنا لمدام منار في في البيت ايوه زوجة الشهيد وقعد اتكلم معاها كتير قعدنا يوم كامل هناك تمام لم الشخصيه اللي نجح الموضوع ان دكتور باهر حس بالانسان اللي احنا بنتكلم عليه مم. دكتور بيتر حس بالإنسان اللي احنا بنتكلم عليه، أمير كراره حس بالإنسان مع حفظ الألقاب يعني، مم. حس بالإنسان اللي احنا بنتكلم عليه، مم. فكان مهتمين جدًا بأدق التفاصيل. فعملوا يعني مثلث النجاح. عملوا حاجة بجد احنا ما كناش متوقعينها. يعني احنا كان منتهى أملنا إن المسلسل ده يحقق مثلًا زي ما بيقولوا كده في, في, في الإعلام المرتبة الرابعة. مم. حاجة كده. ده فاق كل التوقعات بصراحة. وده رزقهم. مم. وده رزقهم، وأكتر حاجة وصفت. الموضوع ده الرسالة اللي كتبها دكتور باهر على صفحته الشخصية اللي خطف فيها منسي ده حقيقي فعلا فعلا الهوى. فعلا الموضوع ده الرسالة دي كانت حقيقية ده رزقهم ورزقهم من أول يوم يعني الملحمة دي كانت ملحمة بجد ملحب. طيب احنا كنا بنشوف المسلسل انه حضرتك كنت طول الوقت بتتناقش مع منسي على الاحداث العامه والقضايا العامه في 2013 الفين. ايام الاخوان وحكم الاخوان وقضايا الغاز و... صح. يعني لنا على المناقشات دي يعني حتى كده باختصار يعني حقيقتها ايه يعني هو منسي ما كانش ظابط اعتيادي اه يعني وده مجال تميزه اه أنا... فعلا شخصيه استثنائيه يعني اه مجال تميزه كان في ايه ان هو مش بيذاكر علوم عسكريه وعلوم حربيه ويطبق الكلام ده على الارض منسي مم. كان بيقرا يعني بيقرا في كل حاجه اقتصاد سياسه علوم آه عسكريه علوم سياسيه آه احداث متتاليه يعني ما كانش دراع ولا عين هو كان لا. فكر ولا فكر. سلاح بس فكر. يعني ده اللي اقصده يعني فكر وكل وكنا... يحارب بالفكر اه طبعا اه بيحارب الفكر مش بس ك بيحارب الارهاب لا هو بيحدد عدائياته من الاحداث العالميه اللي بتحصل. ايوه. فكان بيذاكر كل حاجه يعني مثلا موضوع الغاز الطبيعي دهوت احنا انا كنت بعت له تقرير عن الغاز الطبيعي مم. فعلا. بنتكلم فيه على الم... ما كانش لسه بقى ظهر غاز البحر شرق البحر المتوسط كان لسه استكشافات اوليه أيوة. وكنا بنقدر بنحدد منها ايه اللي ممكن تتعرض له مصر من عدائيات وبالتالي هو هيقدر يحدد العدائيه بتاعته جايه منين أوه. لان مدرسه الارهاب اللي جايه من الشرق غير مدرسه الارهاب اللي جايه من الغرب غير مدرسه الارهاب اللي جايه من الجنوب أوه. كل واحد له تكتيك في الشغل فهو كان بيذاكر الكلام ده علشان يعرف الاحتماليات هتيجي من الغرب ولا من الشرق عايز يدرس سيكولوجيه عدوه وازاي بيفكر من العدو بالظبط بالظبط عشان يحط خطط بناء على وده شفناه برضه بالظبط عشان كده هو بيقول له للظباط بيقول لهم لازم تقروا بره عشان تعرفوا ايه اللي بيواجهكم جوه صح دي 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 حاجه كانت عند منسي الحاجه الثانيه ان منسي ارتباطه بقصه سيدنا خالد بن الوليد مم. مم. ارتباطه بسيدنا خالد بن الوليد كان ارتباط عميق جدا احنا كنا بنقعد نذاكر غزوات سيدنا خالد لان ده القائد العسكري الوحيد مم. الذي لم يهزم حتى لما حارب امام الرسول عليه الصلاه والسلام. مم. يعني بيقرا التاريخ الحاضر طبعا. والقديم و... لان احنا عندنا مبدا حضرتك اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل، انا لو ما عرفتش مم. الاحداث التاريخيه اللي حصلت أيوة. انا مش هقدر استنبط الاحداث المستقبليه اللي جايه وبالتالي مش هقدر استنبط عدائياتي شكلها عامل ازاي. ايوه فهو ده ده كان مجال تميزه وده كان كمج... يعني ده أكتر أكتر حاجات كنا بنتكلم فيها لما مم. نكون مع بعض. طيب المواقف الانسانيه اللي رصدها المسلسل لشخصيه مانسي ممكن يعني حضرتك تقول لنا انه كان فعلا يعني هي دي شخصيته حقيقي وطبيعته لهذه الدرجه لا أكتر الاهتمام ممكن. بالانسانيات لهذا الحد أكتر يعني الست اللي اللي كانت واقفه في الصيدليه وكانت عايزه دواء وبعدين سألوا هي عندها ايه وطلع مش عارف عندها بتعمل ده للكلى وراح ونادها و... هل فعلا منسي حقيقي كان كده اه زي بابا الله يرحمه يعني والده كمان كان كده طبعا دكتور صابر دكتور مم. انا هقول لحضرتك جمله تلخص دكتور صابر مانسي ايوه وانا بات في المنسي بعد ثلاث سنين ونص من وفاه والده اه والده كان سليم لا معقوله معقوله اقسم بالله يعني لا قولها تاني بقى معلش مش مش مستوعبها. وانا بات في المنسي او احنا بنت في منسي اه حريك شاركت في دفنه منسي اه طبعا واحنا بندفنه، احنا دفناه جنب باباه. دكتور صابر. دكتور صابر بعد ثلاث سنين ونص كان سليم. سليم. ما يعني. سليم. والكلام ده عليه شهود، احنا كنا ستة تحت. فحضرتك تقدري تعرفي الراجل ده كان عامل ازاي؟ كان صالح قد ايه؟ ربنا يا رب نحسبه على الله. منسي نفسه مشكلة. يعني احنا بندفن منسي. آه مبدئيا هو كان انا انا قلتها له قلت له انت لو كنت راسمها ما كانش ربنا عمل يعني ما كانتش تطلع احلى من كده بمعنى ايه بمعنى هو كان امنيته في حياته الشهاده يعني ده انسان من هو في سته ابتدائي قرا عن سيدنا خالد بن الوليد هو عايز يموت شهيد انا مش هقدر من في سته هو في سته ابتدائي المهندس يعمل كل حاجة عشان يخش الكلية الحربية عشان يموت شهيد. أمنيته إيه؟ أمنيته إن هو لما يموت يقدر يطلع لربنا وكنا بنقولها بهزار يعني إحنا بنقولها بهزار وإحنا قاعدين يقول لي أنا نفسي نفسي لما أموت أموت أدفن بهدومي اللي أنا موت بيها بس يكون معايا أفرول نظيف عشان لما أرجع لربنا أقول له رجعني أحارب تاني عشان أموت في سبيلك ما ارجعش بالهدوم اللي مش نظيفه ارجع بحاجه نظيفه وده حصل منزل استشهد يوم الجمعه 7/7 سبعة سبعة الساعة 2017 2017 اولموست كانت الساعة 6 ل 5 آه احنا دفنا منسي يوم ممكن اعرف الاول حضرتك جالك الخبر ازاي؟ احد الاصدقاء هناك كلمني الصبح الساعة 6 واربع دقائق همم <applause> ألو آه أستاذ رفض البقاء للمقدم منسي ستوشي افتكرتها الأول يعني من قبيل الهزار يعني وبعدين حاولت كان متعود يهزر معاك ويعمل فيك مقلبه و... كانت كتير قوي مقلبه كانت كتير جدا جدا فافتكرته مقلب فافتكرته مقلب مش عاي... مش لأن ست. إحنا إحنا يوم الخميس 6 7 الفجر ما كانش في شبكه فهو فف... الصبح الفجر لقيته باعت لي على الماسنجر بي... بيطمن عليا وبعدين بعد حوار اه انا اعرف اخر جمله اصبر واثبت واحتسب قال لك كده؟ اه وما كانش اي علاقه بالحوار يعني هو لما انا قلت له انا اه ما انا يعني في حاجه تعبانه حضرتك ايه يعني ايه المناسبه ان يقول كده يعني يعني مش كانت اول مره ان حد فينا يبعت للتاني من غير اي سابق انذار يقول له في ايميلك فانا يومها بقول له ايه مالك في ايه يعني انت قاعد بتقولي مالك انا كويس قال لي لا فيك حاجه انا والله حق ده حصل قلت له لا ما فيهاش حاجه قال لي لا انت تعبان ده ماسنجر فقلت له هي نغزه صغيره والجو رطوبه لان انا كان عندي شغل في السويس ساعتها مم. والصبح ه... ه... هرجع عادي قال لي مم. لا في حاجه قلت له متضايق شويه منسي قال لي يبقى في مصيبه لان هو كان دايما متعود ان انا لما اقول له متضايق يبقى في حاجه متوقعها حاجه هتحصل مش عارف ايه كده فقلت له لا مفيش حاجه معينه بس انا تعبان شويه قعدنا نهزر شويه هرج هو حبه وبعدين في الاخر خالص لقيته بيقول لي اصبر واثبت واحتسب وخرج اوف لاين فحتى ما عرفتش ارجع له تاني يعني ما عرفتش اساله انت تقصد هي الشبكه هناك انستيبل علشان العمليات وهو أوه. كان ساعتها في البرث ده كانت ليلة الاستشهاد؟ أه مش ليلة مش ليلتها يعني الكلام ده فجر الخميس 6 7 اه هو استشهد 7 7 فجر الجمعة. حسيت في الرسالة دي بأي خالص حاجة؟ خالص ما حسيتش بصي هقول لحضرتك على حاجة منسي لما تقعدي معاه تعرفي ان هو وهتسلمي عليه وهو وخي... وهو ماشي هو رايح مش راجع. بس جواكي حاجه بتقول لا يا رب مش هيحصل. هيرجع هم. طب هو كل مره بيحصل كده يعني كل مره هم. بيحصل كده فلما جالي التلفون الصبح انا ما صدقتش قعدت اتكلم شهيد وائل كمال اه وائل ما بيردش الله يرحمه وبعدين في الاخر رد عليا مثلا بعد ساعتين اه قال لي انا لسه مش فاهم حاجه هكلمك <applause> وبعدها بعشر 10 دقائق كلمني قال لي اه خلوه خلاص خلوه ازاي؟ يعني بس مش مش مصدق ومش مستوعب اه اصل لما تكون بتحب حد قوي وتعرف انه يعني انا عندي ثلاثه شو... اربع شهداء في العيله منهم اثنين اخواتي الكبار الاخير فيهم استشهد أه... هو ظابط قوات جويه استشهد في 2008 في مناوره في اسماعيليه yeah. انا مراتي بعد 10 ايام من استشهاد منسي أوه. قالت لي أنت ما تعبتش على محمد زي ما أنت تعبان على منسي. سبحان الله. لأن الصداقة اللي لازم تبقى لأن يعني... مالهاش مقابل. ما كانش فيها مقابل. يعني إحنا بنتبارى إزاي أنت تبقي مبسوطة وإزاي أنا أبقى مبسوط. بس. امم صورة حضرتك مع المنسي إحنا منزلينها على الشاشة. دي كانت في العين السخنة. امم. أنت مش عايز منه حاجه مم. يعني انا فاكر في مره انا اول ما اتعرفت على منسي قلت له احنا هنتفق اتفاق على فكره حضرتك انا طبقت السكريبت انا اسف <applause> انا عايزه اقعد اسمع يا جماعه مش هسال ولا سؤال من السكريبت انا انا مش قادره اتكلم انا عايزه اسمع ونفسي لاول مره في تاريخي المهني ابقى عايزه اقعد لحد بكره او ما يبقاش في وقت للبرنامج فاضح عليك وانا مش هقطعك يعني هبقى بسيط جدا اتفضل كان أول حاجة اتفقنا عليها أه قلت له احنا احنا علاقتنا دي هتروح في سكة ان احنا هنبقى أسريا فلو سمحت لي عندك طلب قال لي خير قلت له لا تفترض ان انا زعلان قبل ما ترجع لي ولا تزعل قبل ما ترجع لي يعني لو انا عملت حاجة وانت هتفهمها غلط قبل ما تزعل كلمني ولو انا ولو انت عملت حاجه غلط انا قبل ما ازعل هكلمك ولو سمحت خرج مراتاتنا من علاقتنا انتوا كنتوا علاقه اسريه كمان اه, آه, آه. آه. مم. هي ممكن تحكي لحضرتك اكتر مني على شكل ما قالت شح. لي حكت ف... لنا والله كل خير فقال لي خلاص تمام مم. فجيت في مره في 2015 تقريبا كان عندي مشكله كبيره في الشغل وهو اتصل بيا ثلاث اربع مرات فانا مش عارف ارد مم. ف تاني يوم هو كان نازل من العريش فبيكلمني في تليفون ايوه يا ابو رافت انت هو انت زعلان؟ قلت له انت فين؟ هو عاده بيرجع يريح ولو وي... هو جاي بدري بننزل نتقابل يومها لو جاي متاخر بنتقابل تاني يوم تقعدوا على القهوه اللي بيحبها يا المشربيه عنده يا يعني اما عندي انا في 6 اكتوبر آه في حاجه في قهوه تانية هنا في اكتوبر كنا علي. على حسب احنا هنتقابل فين يعني. تمام المشروبية عشان بنستخبى هو في كان مكان تاني بنقعد فيه لما يكون حراض مع الشباب هناك صحابه يعني وكده شوف قد إيه البني آدم بيضحي حتى بسعادته يعني مش بس ب... يعني بحياته لما بتنتهي بأنه حاطط حياته على كفة أنه حتى مش قادر الفترة اللي عاشها أنه حتى يعيش حياته زي أي بني آدم عايز. خالص خالص تفضل كم فقلت له أنت مش جاي قال لي أنا بعدي نفق قلت له خلاص إحنا كان الكلام ده الساعة 7:30 ساعة بالليل قلت له خلاص روح وريح واحنا كده كده هنتقابل بكره. قال لي لا انت زعلان. قلت له يا مش زعلان. قال لي لا زعلان، قلت له خلاص زعلان. طب قولي فيه؟ في إيه؟ قلت له مش هقول لك حاجه بكره لما نتقابل. روح وخلاص تمام وانا في البيت عادي وبعدين الساعه 1:30 لقيته بيكلمني في التليفون. انت فين؟ انا في البيت الساعه 1:30 عايز ايه؟ قال لي انزل تعالى. قلت له إن انزل من 6 اكتوبر اجي لك العاشر؟ قال لي لا انا تحت البيت. ياه yeah. نزل يعني وجالك وتحت بيتك مش قادر ينام غير لما يعرف غير لما يعرف مالك في إيه؟, الانسانيه دي هي هي كانت العلاقه دي كده وايه الصداقه دي هي كانت هو في هو في كده اه في كده بس هي مره مم. عشان كده لو ما حد يسالني اشمعنى منسي هقول له لان هي مره في العمر مم. وما بتكررش تاني مش هتلاقي حد كده وحريك نزلت بقى نزلت ايه يا عم في إيه؟ اطلع لا مش طالع قال لي مالك فيه إيه. قلت له مالي انا مش انا كويس ما فيهاش حاجه قال لي انت مش زعلان؟ قلت له لا قال لي اصل في موضوع حصل كذا 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 قلت له انا مالي ده بينهم وبين بعض احنا في بيننا وبين بعض حاجه؟ قال لي انت مش زعلان؟ قلت له اقسم بالله ما زعلان فطبعا قعد يتشال ويتنكت شويه في الشارع صح أيو. الناس وبعدين خدني رحنا قعدنا على القهوه نشرب قهوه وبعدين روح مش ساعتين ونص طيب الطبيعي يعني مش عارفه هل ده ضد ولا لا، الطبيعي انه يعني في قوانين الصداقه في الحياه انه البني ادم لما يقرب قوي من شخص أصدقائي يقربوا قوي من بعض وانا مثلا زي ما حضرتك مثلا كنت انت ومنسي صحاب والزوجات اصحاب والاولاد مع بعض وبتلتقوا كتير ده بالعكس بيعمل مشاكل اكتر، هل حضرتك مع ده ولا لا؟ في العادي اه ده في, ده في قانون الحياه في على قانون ما اظن يعني. طبيعي جدا أوه. واصدقاء بيخسروا بعض بسبب تفاهات ملهاش اي أوه. لازمه ودايما في مثل يقول لك البعيد حبيب بالظبط بس مش ده بس انت ومانسي صديقتكم عمرها ما تاثرت بشيء انتوا كر... كاثنين رجال مع بعض اصدقاء مع بعض مهما حصل مهما, مهما اختلفنا لان خلافنا كله كان بيدور في مصلحه واحد فينا مم. يعني احنا اتخلينا مره مرتين مم. مره بسبب البرث ومره بسبب مشكله عندي في الشغل وهو كان بيقول لي لا ما تعملش كده ده غلط ده خطر مم. نظريات مم. اختلاف في نظريات الحياه يعني لا حاجه كانت تتعلق بحاجه هنا في البلد فما كان هو ما كانش عايز أعملها خايف على شغلي لا طيب مش عارف بس هو خايف مفتحكي. على شغلي يعني أي. ف... مين فيكم كان دايما هو اللي بينصح التاني؟ لا متبادله 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 هو في جمله انا سمعتها من زوجته واحنا هناك مع بيتر... مع دكتور باهر ايوه دي كانت اول مره نسمعها انا ممكن اكون كنت متخيلها ل... لحظه لكن كانت اول مره اسمعها هي اللي قالتها لي كان في مشكله مشكله ما حصلت في, في... في البلد فبتكلموا بتس... بتسالوا عليها قال لا لا استني لما انزل أس... اقعد مرة أفهم منه وبعد كده أقول لي كان رأيي ايه؟ دي انا اول مره اسمع الجمله دي كان, كان بيحاول يفهم منك من... امور عامه ممكن حضرتك تقولي ان انا كنت عينه المدنيه اه اه ال... لان ال... التكتيك العسكري زي ما قلنا مم. منسي ما كانش بيبني عسكري صرف مم. فهو مدني وعسكري فممكن حضرتك تقولي انا كنت عينه المدني اه في الحياه هنا مم. او اللي بيثق فيها يعني هو جرب مره واتنين وتلاته فلقى ان الكلام يعني مظبوط ف بقت العمليه ثقه متبادله يعني أه حصل قبل كده ووثق على اسرته بصي هقول لحضرتك على حاجه واستشهد ال, ال الكلام كان دايما بيبقى في معبر حديث اه يعني في معبر حديث سواء <applause> بقى لما يعني ازاي عن... مثلا وهو مسافر مثلا اول مره ااا آه. سينا انا رايح اه م. وانت عارف الدنيا هناك شكلها ايه <applause> فابقى خلي بالك تمام المره الثانيه دي كانت مشكله لانه قعدت ساعتها كان كان يعني هو طالبني علشان يقول لي اقول لمراتي ولا ما اقولهاش امم المره الثانيه اللي هو راح مكان الشهيد رامي حسنين اه اه لان آه. فعلا المره الاولانيه كانت مؤلمه جدا أيوه. مؤلمه للكل كان في كان في جنود بتخبي وظباط على اسرهم هو ان كان هم رايحين سينا علشان ما ي... هو كان عامل كده مع بابا وماما ما في الاول في المره في الاولانيه كان عامل كده مع بابا وماما اخوه اللي كان اخواته اللي كانوا عارفين ومراته المره الثانيه وكان بيطلب من منار انها ما تقولش كمان المره الثانيه هو ما كانش عارف يقولها لا لا يعني حتى مش عارف هقولها ازاي مش أوه. هتستوعب يعني مش على هتستحمل. زوجات الضباط طبعا أبطال. بجد بجد يعني وامهات يعني طبعا 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 مش الأباء, الاباء لا وال... والزوجات انا هقول لحضرتك أنا, انا عشت موقف مع وائل كمال اه انا شفت بقى. يعني اللي حضرتك بتسمعيه اه وائل كمال الله يرحمه اللي حضرتك بتسمعيه عن ان ام بتشجع ابنها على الشهاده ده حضرتك بتسمعيه انا شفته في بيتي. انا شفته في بيتي هو بيقول لها انا احتمال اطلع مكان شبراوي وكان بقى له اربع شهور هناك ما كانتش تعرف. لا الله سبحان الله على قوه الايمان وحب البلد احتمال والبطنية. اطلع مكان شبراوي فقالت له ايه يعني؟ كان بقى له اربع شهور وائل كان بقى له اربع شهور في المئة وتلاتة وهي ما تعرفش وانا فوجئت بالحوار ده بيتفتح وهو قاعد عندي. <applause> فانا ب... يعني احنا ما اتفقناش على كده فبيقول لها بس انا خايف اموت فقالت له ابوك لو كان قاعد كان قام ضربك جزء لام احنا مخلفين راجل الحريق بتقوله ده حقيقي اقسم بالله حقيقي وهي, حق... وهي ربنا دي الصحه يعني معقوله وقال استشهد بعد 15 يوم من الواقعه دي انا انا والله ب... يعني انا جسمي بيقشعر يعني من حضرتك بتقوله مش مستوعبه أصل اللي هي قالته ده ده حاجتين هو حب للبلد جدا جدا وحب. وهو إيمان بالله وثقة بالله كبيرة جدا مامة وائل كان قلبها محروق قوي على منسي لدرجة إن هي بتقول له إذا ما كنتش أنت اللي هتروح تجيب حق أنت اللي هتروح تجيب حق منسي مين اللي هيروح يجيبه؟ سبحان الله فقال لها أنا خايف أموت قالت له أينما تكونوا يدرككم الموت, يدرككم الموت. ابوك لو قاعد هيقوم يضرب جزء لام في بروج المشاهده فرح صحيح. مميل عليا ساعتها وقال لي سامع قلت له سامع قال لي لو حصل اعمل زي ما قلت لك قلت له انت كلامك كتير عم نضحك قال لي لا انا عايز اتدفن معايا شد حيلك انت بس ونشوف هتخش عليه رافع راسك ولا لا لان كان دايما انا وائل ومنسي بنتكلم ان زي ما بيقولوا كده ما نروحش ببلاش لو هروح هاخد معايا حد طيب انا هسال سؤالين تفضلي عشان قربت الحلقه تخلص ويعني نفسي الحلقه ما تخلصش ابدا تحت امرك حضرتك قلت انه جثمان سليم دكتور صابر منسي الاول انه سليم. سليم طيب لما دفنت احمد منسي ممكن تحكي لي عن اللحظه دي وشفت ايه احمد من ساعه ما شفته في في المستشفى هو نايم نايم في غايه السكون والسكينه لما دي عندي على فكره علامات حسن الخاتمه لا انا لانه لا. البني ادم بيشوف مقعده من الجنه او من النار يعني سبحان الله لا بقى حضرتك عشان اه وهو في الجنه احنا واحنا بندفن اتفضل واحنا بندفن العادي ان الدوره الدمويه بتاعه المتوفي بتتوقف فما في نزيف الشهيد لا منسي كان بينزف لحد ما دفناه بينزف منين إيه؟ منسي كان فيه جرح قطعي سنتي ونص في اسفل الفروه من ورا هنا وكسر في قاع الجمجمه فانت حضرتك مش شايفه حاجه معلش يعني هي دي كانت في فين الاصابات بقى الثانيه مفيش اي حاجه مفيش اي اصابه ثانيه هي بس دي دي يا اما كانت هم في ناس قالت طلقه بس طلقه بتعمل دخول وخروج اه احنا على ارجح الاقوال شاظية لأن الأعيرة اللي اتضربت على المبنى أعيرة كبيرة كلها مضادة للطائرات. فهي شظية طلقة غالبا غالبا خبطت في دماغه من ورا وهو نايم وهو مستلقي يعني بيتعامل مع, مع التكفيريين فضربت راسه فعملت جرح قطعي سنتي ونص والكسر في قاع الجمجمة مع النزيف استشهد. إنما بقيت جسمه ما فيهوش خربوشة. كدمه زرقاء كده خفيفه يمكن من مطرح ما ايده يعني راسه عملت كده ممكن ضربت في البندقيه ضربت في الارض آه بتاعت آه السطح غير كده ما فيش اي نايم حاجه مرتاح. نايم مرتاح وفي و... يعني الوشه هو نايم منور نايم نايم وبينزف فلسه في دوره يعني في في دم سبحان الله انا البنطلون لسه عليه الدم انا والله اقسم بالله انا لفه ومطبقه وده لو لو انا ما كتب يعني لو لو انا ربنا ما كتبليش يبقى هاتوا ده يدفن معايا واحنا بندفن لا تاني الحته دي يا فندم لو انا ما كتبليش شهاده هاتوا البنطلون ادفنوه معايا عشان ده دمه ف واحنا بندفنه العادي ان احنا لما بنحط المتوفي بنقيمه اقامه يعني حاجه بسيطه على جنبه اليمين فايده الشمال جنبه <applause> ايده الشمال لما احنا بنعدل على جنب اليمين الايد بتنزلق تنزل كده او بتفضل مكانها لان بيبقى في حاله تيبس لان كان فات 36 ساعه احنا اللقطه دي كلنا وقفنا احنا ساعتها قلنا منسي صاحي لان ايده ما انزلقتش ايده اتحركت حركه كامله راحت خدت حضنه بابا فالراجل بتاع المدفن انهار دي حركه كامله يعني دي احنا اللحظه قلنا مانسي صاحي فوقفنا ايده راحت حضنت بابا فالراجل وقع وبعدين بعد ما ابتدى يفوق عايز يشيل ايده فقلنا له لا سيبها هو كده مع حبيبه هو هو كان بيحبه بابا جدا كان في علاقه غريبه جدا بينهم من بعض فهنا بقى قصه تانيه خالص قصة تانية خالص الناحية التانية لو حضرتك هتشوفي صور تكفيريين التكفيري بيبقى لسه ميت ايوه حالة فيش تلات دقايق خمس دقايق وتلاقي جسمه نشف سبحان الله فهتلاقي واحد ايده عاملة كده واحد ايده عاملة كده سوء الخاتمة دي قصة تانية خالص دي حاجة تانية خالص طيب أه... مش عارفه اتكلم ده انا من اللي حضرتك بتقوله ده اتمنيت حاجتين النهارده تمنيت ان انا يبقى الاقي في حياتي او يبقى في حياتي الصداقه الحلوه دي بشخصيه زي احمد منسي دي دي شخصيه اسطوريه بشهاده الشهود وحضرتك بتتكلم بانسانيه جدا ومن الواضح ان حضرتك يعني صادق بنسبه 1000% والدليل عفو على كده ان حضرتك ما ظهرتش اصلا في الاعلام ابدا عمرك و... واحنا خدنا وقت طويل جدا جدا عشان نقنع حضرتك انك تطلع معانا وانا بشكرك طبعا جدا على ثقتك دي وحضورك النهارده معايا. ونفسي ان انا اطلع اطلع الجبهه. <applause> نفسي اروح سينا. المسلسل المسلسل ايه الحلاوه والجمال دي ده ده لو, لو الاستشهاد حلو كده حلو وبالجمال ده ربنا ما الشهاده حلو ده. حلو صدقيني لو شفتي اي حد فيهم حتت... حتت... حتعرف هتعرفي يعني ايه امنية الشهاده طيب المخرج بيتر ميمي كتب على صفحته النهارده على فيسبوك قال انه اي يعني اهالي شهداء ما يتفرجوش على حلقه بكره في الاستشهاد طمان. استشهاد احمد مانسي تمام ورجاله ورفاقه عندك قلب انك تتفرج هتتفرج غصب عني ليه ال ال حادثه البرث اه دي دي لو هناخدها في الـ في الـ في العسكريه دي كانت ملحمه دي ملحمه استمرت فتره من الزمن تتجاوز كل الاعراف العسكريه بالنسبه لدوريه صاعقه بتتعامل م. مع ايا كان نوع العدو تمام الانفجار الاولاني اللي حصل في المبنى كان كفيل انه يفقد كل من في المبنى اتزانهم بيعمل انفجار في الاذن الوسطى لاي حد جوه لان الانفجار كان مريع طن سي 4 تمام ومع ذلك اللي فضل عايش منهم قام ومسك بندقيه وتعامل أيوة. وموتوا تكفريين بكميات مهوله مم. مهوله فاللي مش هيشوف بكره لان بكره الناس هتشوف حضرتك بتسمعي شعار الصعقة اه صعقه شعارها تضحيه فداء مجد. مم. بكره هتشوفي الكلام ده. طب حضرتك تنصح يعني ال الاهالي الشهداء انهم يتفرجوا او اصحاب القلوب الضعيفه؟ ما اقدرش يعني. اقول انا شخصيا الموضوع صعب جدا عليا لكن لازم بس هتتفرج المسلسل يا فندم هو الرساله كلها في الحته دي. أوه. الرسالة. الرسالة. الرسالة وصلت أنا يعني أنا ما كنتش متخيل أنها توصل كده مم. لأن هم أبدعوا معلش حقيقة يا إيه أستاذ دقيقة واحدة بليز حقيقة هم أبدعوا الرسالة وصلت لكل حد الناس عرفت النهاردة الناس بتموت هناك ليه ده كان أمله مم. هو كان أمله الناس تعرف إحنا بنموت ليه هناك وفعلا انت شايف انه ده تحقق بمسلسل طبعًا, طبعا وانا بامن على كلام حضرتك ويعني مش عارفه تقول ايه طب انا عايزاك تقول حاجه يعني عن منسي يعني انا هسيبك انت تختم الحلقه بكلامك عن منسي اوصاف المنسي عن الحاجات الحلوه اللي في المنسي في شخصيته وانسانيته الناس رساله بت... توجهها الناس, الناس بتسال اشمعنى منسي؟ اه يعني عايزين رساله توجهها كمان للمنسي طيب اشمعنى منسي؟ في أبطال كتير زي أحمد منسي، في أبطال ربنا يديهم الصحة يا رب الحي منهم ويتقبل اللي استشهد منه أبطال. هذه حضرتك تشبيه معرفش الناس ممكن تفهمه ولا لا. حضرتك عارفة الفرق بين العبد الصالح والولي؟ أيوه العبد الصالح بيعبد الله حق عبادته طلبًا لجنته وخوفًا من ناره. الولي بيعبد الله حبًا في الله لا عايز جنة ولا خايف من النار، أبطالنا كلهم بيعبدوا الله طلبا هو في الجنه راح يحج على فكره احنا بنزلينها على الشاشه آه وحضرتك اللي جنبه اه انا عايز جنه وخايف من النار انا نفسي استشهد عشان اخش الجنه منسي لا منسي كان عايز يستشهد عشان ربنا بس يحبه فا يعني اعتقد ان هو ده اقرب مثل اشمعنى منسي من حبه ربه حب في عبده هو ما كانش عايز حاجه لو كنت تشوفيه وهو ماشي في الشارع مستحيل تقولي ده ظابط صاق مش 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 بقى رجل مستحيل اتنين سيل مكافحة ارهاب اه لا 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 والكلام ده كله خده هو نقيب. يعني بجد الطلبة في الحربية كانوا بيقولوا مين راجل مستحيل اللي بدلته متعلقة في العربية ده ما كانش حد يعرفه. ومع ذلك لو شفتيه حضرتك وهو قاعد مستحيل تقولي حاطط وشه في الأرض هو كان بيخاف من ربنا جدا. جدا وبيخاف من تغير النفس. رساله للعصابات والتكفريين واللي كانوا السبب في موت ولادنا زي مانسي وغيره من الأبناء اللي هو الشهداء اللي هو قالوا طول ما احنا فيها مالكش عيش فيها دي احلى كلمه انا ممكن اختم بيها النهارده انا عندي ختام مفروض اقوله بس انا الحقيقه عايزه اقول حاجه باحساس انا انا زعلانه النهارده قوي قوي على مانسي لا ما تزعليش انا زعلانه عليه ولا سعر. يعني الشخصيه الحلوه دي و... وال... والولاد اللي بيضحوا عشان مصر قد كده والشخصيه الاستثنائيه دي يعني لا ما تزعلش عليه زعلانه عليه قوي تصدق يوحشك بس ما تزعليش عليه طب نقدر نقول وحشني وحشني جدا اه الشخصيه الحلوه دي الواحد يتمنى انه تكون في ابوه او اخوه او ابنه يعني الحقيقه يعني انا بشكرك جدا جدا استاذ رافت وبشكرك على صداقتك الحلوه بمانسي انا اللي بشكره لانه من الواضح انها كانت يعني صداقه فيها متعه وباينه جوه عينيك انت انت بتبكي هو انسان مش هكر يعني مش هتكرر مش هتكرر في حياة أي حد لو قعدتي معاه ساعة مش هتنسيه هيسيب أثر ربنا يصبر أسرته يا رب يورو. اللي عايزه اقوله انه آه انا مش قادره يا جماعه خلاص يعني انا بشكرك جدا يا فندم ومشاهدينا تصبحوا على الف خير